السلام عليكم، أهلا بكم متابعين قناة شموخ الخوض في حلقة جديدة. المظلات الخارجية لحديقة المنزل المصنوعة من القش والأشجار البامبو هي مظلات جميلة وتصلح لبعض الاستراحات والمزارع والأماكن الواسعة، لها طابع مميز وجميل. في هذه الحلقة راح أشرح لكم الطريقة اللي عملت فيها المظلة الشبيهة بمظلة القش، وإن شاء الله تعجبكم الفكرة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. اخترت نبات الأبوميا، هي نباتات المتسلقة الجميلة ولها أوراق كبيرة، فزرعتها وحسيت أنها تتسلق، ومنها شكلتها حولين المظلة بحيث الأغصان تلف كامل المظلة وتغطي بشكل جميل. بعد ما تم تغطية المظلة بشكل جميل ومتناسق، قطعت جذوع النبتة المتسلقة بحيث يتم تجفيف كامل الأغصان والأوراق النبات على المظلة. والشيء الجميل في هذا النبات الأبوميا أن جذوعها صلبة وأيضا أوراقها ما تتساقط بسرعة. وهنا حاب أضيف نقطة للناس اللي راغبة تعمل مظلة بنفس هذه الفكرة وبأجمل طريقتها الخاصة، ممكن صبغ هذه الأوراق بألوان الرش اللي دائما نستخدمها في القناة في صبغ أي حاجة اللي نحصلها في محلات مواد البناء. الصبغ اللون المناسب مثلا البنفسجي أو الأخضر الغامق، أو لونين مثلا الفاتح والغامق، حسب ذوق الشخص وطريقته الخاصة يطلع بجمالية معينة. أتمنى أن الفيديو كان مفيد والفكرة واضحة، وأنتوا أكيد راح تبدعوا بأفكاركم وطريقتكم الخاصة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.